بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثامن. مسألة. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الموفق رحمه الله في عمدة الفقه: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بذلك. ثم شرح ذلك الشيخ تقي الدين شرح مطول كما يأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الجمهور على أنها آية من القرآن، على أنها آية من القرآن. بعضهم يرى أنها آية مستقلة، ليست في سورة أو ليست من سورة معينة، إلا في سورة النمل، إنها جاءت بعض آية: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في غير سورة النمل فهي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، إلا في سورة الأنفال وبراءة، فإنها لم تأتي بينهما، إلا لأنهما بمثابة سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال والجهاد في سبيل الله. وقيل لأن سورة براءة فيها ذكر المنافقين والغضب والعذاب، فلم يناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا مذهب الجمهور على أنها آية من القرآن، وأنها ليست من سورة معينة، وأنها للفصل بين السور، الفصل بين السور ما عدا براءة والأنفال. وذهب بعض القائلين بأنها آية من القرآن بأنها آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة سبع آيات، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرها الآية السابعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية واحدة عندهم. الجمهور على أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وأن الفاتحة سبع بدونها، وتكون الآية السابعة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك تجدون المصاحف مختلفة في ترقيم هذه السورة، بعضها يجعل، وهو قليل، بعضها يجعل أول آية بسم الله الرحمن الرحيم يضع عليها رقم واحد، وبعضهم لا يضع عليها رقما، ويبدأ الترقيم من قوله الحمد لله رب العالمين، هذا رقم واحد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم رقم اثنين، إلى آخره.
فعلى القول بأنها من الفاتحة لا بد من الجهر بها، لأنها آية من الفاتحة، ولذلك بعض الأئمة يجهرون بها بناء على أنها من الفاتحة، والجمهور والكثير لا يجهرون بها بناء على أنها ليست من الفاتحة ويسرون بها. وهذا هو الصحيح للأدلة الكثيرة الواردة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يجهرون بها في الصلاة، وإنما كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. نعم. مسألة: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. السنة. نعم، لهذا الحديث حديث أنس وغيره أنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ألم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها، وإنما كانوا يقرؤونها سرا ولا يجهرون بها. نعم. السنة أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة. هذا أول الشرح، هذا أول كلام الشيخ تقي الدين. نعم. السنة أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة. هذا بلا شك أنها تقرأ قبل الفاتحة كما أنها تقرأ قبل كل سورة. نعم. وأن يخفيها. والسنة أيضا أن يخفيها ولا يجهر بها، هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه صحابته أنه لا يجهر بها، لكن قد يجهر بها أحيانا لأجل بيان أنها سنة، قد يجهر بها أحيانا لتعليم الناس أنها سنة لا على أنها من الفاتحة. نعم. السنة أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة وأن يخفيها، أما قراءتها فلما روى أبو نعيم المجمر قال مجمر فلما روى أبو نعيم المجمر سمي المجمر لأنه يجمر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطيب البخور. نعم. فلما روى أبو نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ بأم القرآن، وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والدارقطني بإسناد جيد. هذا من أدلة الذين يقولون أنه يجهر بها، حيث إن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بها وقال: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو مروي عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن خالد الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه. نعم، هذا من أدلة القائلين بالجهر بها، ولكن سيتكلم الشيخ عن أسانيد هذه الأحاديث. نعم. كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك. يلا، هذا أول الانتقاد. نعم. رواه المعتمر عن إسماعيل محتجا به، وذكر إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: إسماعيل بن حماد ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي خالد حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي وأبوه أبو حاتم. نعم.
من المحدثين الكبار. نعم. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي خالد الوالدي فقال: صالح الحديث. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس قال: هذا كما ذكروا يعني في أسانيدها نظر، وثانيا لو صحت المراد بها تعليم الناس، يجهر بها لتعليم الناس لا لأنها من الفاتحة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ليس بذاك. ليس بذاك يعني ليس بالقوي. نعم. ولأن أحاديث أنس كلها إنما نفي فيها الجهر. هذا الجواب عن هذه الأحاديث، أنها فيها مقال، وثانيا أن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الجهر، ليس فيها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ولأن أحاديث أنس كلها إنما نفي فيها الجهر، فعلم أنهم كانوا يقرؤونها سرا كما صرح به في بعض الروايات. نعم. يعني ابتداء القراءة كما سيأتي. نعم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤونها وينكرون على من رغب عن قراءتها وهم أعلم بالسنة. نعم. ولا شك بقراءتها أنها مشروعة، لكن الخلاف الجهر بها. نعم. ولأنه يشرع قراءتها في النافلة فكذلك في الفريضة. نعم. ولأنه يشرع قراءتها في أول السورة خارج الصلاة فكذلك في الصلاة وأولى. ولأنها مكتوب. نعم. ومن آداب القراءة تلاوة القرآن أنك إذا قرأت من أول سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، والفاتحة مثل ذلك، مثل السور تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هذا على القول الأول. نعم. ولأنها مكتوبة في المصحف وإنما كتبت لتقرأ. ومن الأدلة على أنها تقرأ جهرا أو تقرأ سرا ولا تترك أنها مكتوبة في المصحف، وكل ما كتب في المصحف فهو قرآن، إذن فتكون بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا، لأن لو لم تكن قرآنا لم تكتب في المصحف، المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. نعم. وهل قراءتها واجبة أو سنة؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. نعم. على قولين، قيل إن قراءتها واجبة سواء جهر بها أو لم يجهر، وقيل إنها سنة لو تركها فصلاته صحيحة. نعم. والسنة الإصرار بها. هذا هو السنة المعروفة، الإصرار بها، أنها تقرأ ولكن لا يجهر بها. نعم. والسنة الإصرار بها، هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه. هذا مذهب أحمد، يعني مذهبه يعني مذهب أحمد، الذي لم تختلف فيه نصوصه الواردة أو المروية عنه رحمه الله. نعم. وهو قول عامة أصحابه، أصحاب أحمد. نعم. والجهر بها مكروه. نعم. نص عليه لأنه غير سنة، وما دام غير سنة فهو مكروه، إلا لمن يريد تعليم من خلفه. نعم. وقد ذهب بعض أهل مذهبه إلى استحباب الجهر بها. بعض أهل مذهب الإمام أحمد إلى استحباب الجهر بها، وهذا لم يثبت عن أحمد، وإنما هو قول لمن قاله منهم. نعم. وقد ذهب بعض أهل مذهبه إلى استحباب الجهر بها، وهو قول أبي القاسم عبد الرحمن بن منده.
نعم، المحدث المعروف. نعم. وربما حكى بعض الناس هذا رواية عنه وهو غلط. غلط، ليس فيه عن أحمد شيء. مشروعية الجهر بها لم يثبت عن أحمد فيه شيء. نعم، إنما هذا قاله بعض أصحاب مذهبه. نعم. وإنما مذهبه الإصرار، مذهبه الثابت عنه رحمه الله الإصرار بها. نعم. لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولم يذكر أنهم يفتتحونها ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون بها، دل على أنها ليست من الفاتحة. نعم. وفي لفظ: يفتتحون القراءة. نعم. رواه الجماعة. وفي لفظ: كانوا يفتتحون الصلاة، أو رواية: يفتتحون القراءة. نعم، وهذه أصرح. نعم. وفي لفظ: كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، رواه أحمد ومسلم. يعني لا يذكرونها جهرا. نعم. وفي لفظ متفق عليه: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جهرا. نعم. رواه أحمد بإسناد جيد شرط الصحيح. لفظه ولفظه: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وفي لفظ لابن شاهين: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يخفون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. نعم. فإن قيل: قوله بالحمد لله رب العالمين أراد به السورة، يعني أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورة. السورة اللي هو السورة اللي بعد الفاتحة، السورة اللي تقرأ بعد الفاتحة. نعم. فإن قيل: قوله بالحمد لله رب العالمين أراد به السورة، يعني أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورة. والروايات الصريحة لعلها من بعض الرواة رواها بما فهمه من المعنى، يدل على ذلك ما رواه سعيد بن زيد عن أبي مسلمة قال: سألت أنسا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، ولا سألني عنه أحد قط، ولا سألني عنه أحد قط قبلك. رواه أحمد والترمذي. أعد. وعن أنس. يدل على ذلك ما روى سعيد بن زيد عن أبي مسلمة قال: سألت أنسا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، ولا سألني عنه أحد قط قبلك. هذه الرواية تخالف ما سبق عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يبدأون بالحمد لله رب العالمين، وهذا الجواب يدل على أن هذا في آخر حياته رحمه الله رضي الله عنه، وأنه نسي سبب الكبر، نسي ما حدث به أولا. نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي، وإسناده على شرط الصحيحين، وقال الدارقطني: إسناده صحيح. بلا شك إسناده صحيح، لكن هذا يخالف ما ثبت عن أنس بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الفاتحة الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذه الرواية مخالفة، فلعلها كانت في آخر حياته بعدما نسي رضي الله عنه. نعم. قلنا: هذا التأويل لا يصح. نعم. قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الروايات الصريحة، لأنه لو أراد السورة
لذكرها باسمها فقال بالفاتحة أو أم الكتاب أو أم القرآن كما عادتهم في سائر الخطاب. نعم. فأما تسميتها بالحمد بأول كلمة منها كما تقول سورة والعاديات وسورة اقرأ ونحو ذلك كما عرف أهل زماننا، فأما تسميتها الحمد لله رب العالمين بالجملة جميعها فليس يعرف في اللسان قديما ولا حديثا، إنما يعرف بالفاتحة، ما يعرف بالحمد مثل ما يقول العوام الحمد، هي الفاتحة وليست الحمد ولا الحمد لله رب العالمين، إنما هي الفاتحة أم القرآن. نعم. ثم لو كان المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتاب لم تكن فيه فائدة، لأن هذا من العلم العام. نعم. مثل كون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار يخافت بها. نعم. وسنة ذلك. وفي حديث قتادة أنهم سألوا أنسا عن ذلك من توهم بعض الرواة فقال قولا عظيما، لأن في الحديث ذكر لفظ أنس في قوله لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا ليس بثابت عن أنس، ثابت عنه ما سبق. نعم. وهذه زيادة على الرواية الأخرى، ثم قد رواه عن أنس جماعة كل منهم يؤدي لفظا صريحا غير الآخر، ومن تتبع طرق الحديث علم ذلك. وأما الحديث الآخر إن كان محفوظا فالظاهر أن السائل سأل أنسا عن قراءتها سرا فلم يكن إذ ذاك يعلم ذلك، وإنما كان الذي يعلمه أنهم لا يجهرون بها. نعم. وعلم من طريق آخر أنهم كانوا يسرون بها فرواه في وقت آخر، إن كانت مسألته لأنس قديمة، وإن كان ذاك حديثا فلعل أنسا رضي الله عنه قد نسي، لأنه كان في آخر عمره. نعم. لأنه عمر رضي الله عنه، عمر طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة الذرية وبطول العمر، فاستجاب الله دعوته ورزق ذرية كثيرة وطال عمره حتى أربع على المئة، على المئة سنة رضي الله عنه، وهو من أواخر من مات من الصحابة. نعم. وإن كان ذاك حديثا فلعل أنسا قد نسي، لأنه كان في آخر عمره. وسعيد بن زيد، نعم، يقول وسعيد بن زيد ثم وضع قوسين يقول بياض في العبارة، هذه مختلطة العبارة، ما صححها المحقق، ما صححها. نعم. وبكل حال مثل هذا لا يصلح أن يعارض الروايات المستفيضة عنه، أنه كان يبدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين هو وأبو بكر وعمر. نعم. وأيضا مما روى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. تكبير يعني تكبيرة الإحرام، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولا يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وإنما هذا يسر به. نعم. رواه أحمد ومسلم، وقد تقدم الكلام على تأويله بالسورة. نعم. وروى ابن شاهين من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعصمة ابن مالك الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان. نعم. وعن أم الحصين قالت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه الرواية صريحة بأنهم أرادوا الآية وما بعدها،
يعني لم ليس المقصود الحمد لله رب العالمين وحدها، إنما أرادوا سورة الفاتحة كاملة. نعم. وأيضا ما روى ابن عبد الله بن المغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث. قال ولم أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني يعني البدع، كان يكره البدع. أبو عبد الله بن مغفل كان يكره البدع واعتبر جهر ابني بها من البدع، أنكر عليه ذلك. نعم. فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. نعم. رواه الخمسة إلا أبا داود، وقال الترمذي حديث حسن. نعم. وفي رواية لابن شاهين فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين. وهذا مع أنه نص في عدم الجهر بها فيه بيان أن قوله الحمد لله رب العالمين إنما كانوا يعنون به الآية وما بعدها، ولا يعنون أنه كان يبتدئ بالفاتحة المسمات بالحمد لله رب العالمين. يعني لا يقتصرون على الحمد لله رب العالمين على الآية الأولى، بل يكملون الفاتحة. نعم. والذي يحقق ذلك مما تقدم أن أنسا وعبد الله ابن مغفل وأم الحصين وغيرهم ممن أطلق إنما كان يروي ذلك لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا في آخر عصر الصحابة، فمن الناس من كان يجهر بها ومنهم من كان يخفيها، فاحتاج الناس إلى استعلام السنة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. وقد بيّنوا الصحابة بيّنوا أن الرسول وأبا بكر وعمر ما كان وعثمان ما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما حدث هذا متأخرا. نعم. فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرها فلم يكن عند أحد في ذلك شبهة. لا شك أن الفاتحة هي أول شيء في الصلاة. نعم. فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرها فلم يكن عند أحد في ذلك شبهة، ولا يحتاج أن يروى عن فلان أو فلان. نعم. أو يحتج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون على من خالفه، حتى لو فرضنا أن المراد أنهم كانوا يفتتحون بالسورة، فإن البسملة ليست من السورة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. حتى لو قيل أنهم يفتتحون بالسورة قبل الفاتحة كما يتوهم بعضهم، فإنه أيضا لا يجهر بالبسملة مع السورة غير الفاتحة أيضا. السنة أنها تخفى لئلا يتوهم أنها من السورة. نعم. وأيضا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين على ما سنذكره، فإنه كالنص في أنه لا يجهر بها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة، يقول الله جل وعلا فيما يرويه عنه رسوله أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذا لله جل وعلا، وإياك نستعين هذا للعبد، يستعين بالله، دعاء دعاء يستعين بالله إلى آخر السورة، لأن سورة الفاتحة دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء مسألة، الأولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا إلى قوله إياك نعبد، هذا دعاء عبادة.
ومن قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال في آخر الحديث ولعبدي ما سأل. نعم. وأيضا حديثه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين على ما صلاة سأل، سمى الفاتحة، شوف سمى الفاتحة صلاة، قوله قسمت الصلاة يعني الفاتحة سماها صلاة. نعم. وأيضا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين على ما سنذكره فإنه كالنص بأنه لا يجهر بها بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه لم يذكرها مع النصف الأول، قال إذا قال الحمد لله بدأ الحمد لله. نعم. وأيضا فإن هذا قول أكابر الصحابة وجماهيرهم وهم أعلم بالسنة وأتبع لها، أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة ولا يجهر بها، هذا قول أكابر الصحابة وهم أعلم بالسنة ممن جاء بعدهم. نعم. وهم أعلم بالسنة وأتبع لها، قال الترمذي على هذا العمل عند أكثر أهل العلم، على هذا العمل على هذا العمل عند أكثر على هذا يعني القول بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة عليه العمل عند أكثر أهل العلم. نعم. قال الترمذي على هذا العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم. قد تقدم ذكر ذلك عن الخلفاء الثلاثة، وروى ابن شاهين وابن أبي موسى عن أبي وائل قال كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعن علي وعمار أنهما كانا لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم. وعن الأسود ابن يزيد قال صليت خلف أمير المؤمنين عمر 70 صلاة يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ولم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب. أحمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب يعني الجهال، أما العلماء فلا يجهرون بها. نعم. وروى أحمد عن ابن عباس قال الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، الأعراب يعني الجهال، وأما العلماء فلا يجهرون بها. نعم. وقال بسر ابن سعيد وهو أحد أجلاء التابعين ما أدركت أحدا يفتتح إلا بالحمد لله رب العالمين. نعم. يحكي عن الصحابة، يحكي عن الصحابة أنهم ما كانوا يفتتحون إلا بالحمد لله رب العالمين. نعم. وسئل الحسن عن الجهر بها في الصلاة فقال إنما يفعل ذلك الأعراب، حسن البصري وهو من كبار التابعين. نعم. وقال إبراهيم النخعي الجهر بها بدعة، كذلك من التابعين إبراهيم النخعي يقول الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة بدعة، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رواهن ابن شاهين، والآثار في ذلك كثيرة في الزجر عن تركها، هي لا تترك يؤتى بها لكن سرا، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تفتتح بها السور لا سيما الفاتحة فيؤتى بها سرا. نعم. فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه جهر بها، رواها الدار قطني وغيره. وكذلك عن عدد كثير من أصحابه، وروي أيضا أحاديث كثيرة في الزجر عن تركها، فإما أن تكون رواية من روى ترك الجهر أراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض بها صوته ويجهر بها جهرا خفيا
ثم يرفع صوته بسائر السورة، وإما أن يكون الجهر بها والإسرار سواء لمجيء الأحاديث بهما، بنى على أنه كان يجهر أحيانا ويخفي أحيانا. قال بعضهم يكون الجهر بها على حرف من يعدها من الفاتحة، من يرى أنها من الفاتحة يجهر بها، ومن يرى أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة لا يجهر بها. هذا هو توجيه القولين. نعم. قال بعضهم يكون الجهر كما بها. ذكرت لكم تجدون هذا في بعض المصاحف، بعضهم يضع رقم 1 على بسم الله الرحمن الرحيم بناء على هذا القول على أنها من الفاتحة، والأكثر في المصاحف أنها لا يكتب عليها رقم، وإنما الرقم الأول على الحمد لله رب العالمين. نعم. قال بعضهم يكون الجهر بها على حرف من يعدها من الفاتحة، وتركه على حرف من لا يعدها من الفاتحة، وهما حرفان مشهوران. نعم. أو يكون الجهر أولى لأنها إما أن تكون آية من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، أو آية من القرآن فيجهر بها كسائر القرآن. وإذا كانت التسمية مشروعة في أول الوضوء ففي الصلاة أولى. قلنا هذا افتراض ذكره الشيخ ثم أجاب عنه. قلنا نعم. قلنا أما الأحاديث فضربان، ما صرح فيه بذكر الجهر فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح يخرج به الحجة. نعم. ولذلك لم يخرج عن أصحاب السنن منها شيء. نعم. وقال الدارقطني وقد سئل عن أحاديث الجهر ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح. أن الرسول يجهر بها هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت أنه لا يجهر بها. نعم. وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف، ومن تتبع أسانيدها علم الضعيف فيها، ويؤكد ذلك أن أكثرها من رواية الصحابة الذي قد صح عنهم عدم الجهر مثل علي وعمار وأنس، فكيف وما لم يصرح فيه بالجهر وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل على استنان قراءتها والرد على أن قراءتها سنة، وهذا لا شك فيه، لكن الكلام في الجهر أو عدم الجهر، أما سنية قراءتها فهذا لا شك فيه ولا خلاف بينهم فيه. نعم. فهذا يدل على استنان قراءتها والرد على من رغب عنه، يعني تركها. نعم. قال أبو عبيد الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس هو على الجهر بها، وإنما غلطوا ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة إلا أن يسرها في الصلاة. نعم. ومن نقل عنه من أصحابه الجهر مثل ابن عباس وابن الزبير وابن عمر فقد نقل عنهم الإسرار بها، وهذا يدل على أن من جهر بها من الصحابة كان مقصوده تعليم الناس أن قراءتها سنة. نعم. من جهر بها يحمل على أنه يريد أن يعلم من خلفه أنها سنة لئلا يتركوها. نعم. وهذا يدل على أن من جهر بها من الصحابة كان مقصوده تعليم الناس أن قراءتها سنة، كما جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح، وكما جهر أبو هريرة رضي الله عنه بالاستعاذة. نعم. وكما جهر ابن عباس رضي الله عنهما بقراءة أم الكتاب على الجنازة. وهذا والله أعلم معنى قول الإمام أحمد، وقد سأله أبو طالب أتجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال بالمدينة نعم. وها هنا نعم الإمام أحمد يقول أجهر بها إذا صليت في المدينة، لأن أهل المدينة ينكرون الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فيريد أن يعلن السنة. نعم.
وهذا والله أعلم معنى قول الإمام أحمد وقد سأله أبو طالب: أتجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وها هنا من كان يقول إنها آية من كتاب الله، مثل ما قال ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم آية، وأبو هريرة: هي إحدى آياتها، وابن الزبير: كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويتأولونها أنها آية من كتاب الله. وحمل القاضي هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون الجهر، فإذا خافت استنكروا فعله فلم يصلوا معه، وليس كذلك، فإن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها سرا ولا جهرا. فأراد أحمد رضي الله عنه أن يجهر بها الرجل هناك ليبين أن قراءتها سنة، ويكون قدوته في الجهر بها من جهر بها من الصحابة على هذا التأويل. نعم. ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذة، قال: ومالك لا يرى ذلك، وما يعجبني هذا من قوله. والجهر بها على الوجه مستحب لما قدمناه. نعم. فأما اتخاذ الجهر بها سنة فمكروه. فأما اتخاذ الجهر بها سنة فمكروه، يعني دائما اتخاذ الجهر بها دائما على أنه سنة، هذا مكروه مخالف لما صحت به الأحاديث. نعم. فأما اتخاذ الجهر بها سنة فمكروه، نص عليه في غير موضع، نص عليه أحمد، يعني نص عليه راد به الإمام أحمد. نعم. لأنه خلاف السنة. نعم. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك الجهر كما نطقت به الأحاديث الصحيحة وعمل به الخلفاء الراشدون، وما نقل عنه من الجهر بها إن صح وكان له أصل فله ثلاثة أوجه. وما نقل عنه من الجهر بها إن صح وكان له أصل فله ثلاثة أوجه: أحدها أنه يكون جهر بها أحيانا ولا يداوم عليها. نعم. ليعلمهم أنه يقرأها كما ذكرنا عن أصحابه. ويؤيد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الراوي لحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. نعم. مع أن المحفوظ غيره، تبيين أصل قراءتها. الثاني أن يكون جهر بها أحيانا كما في حديث أبي قتادة: كان يجهر بالآية أحيانا، لأن الجهر بها جائز في الجملة ولا بأس به في الأحيان، وإنما المكروه المداومة عليها. نعم. الثالث أن يكون ذلك من أول الأمر ثم نسخ. نعم. وكان آخر الأمرين عنه ترك الجهر، وكان آخر الأمرين عنه ترك الجهر. ويدل على أنه آخر الأمرين أن أكابر الصحابة عملوا به. آخر الأمرين منه، من الرسول صلى الله عليه وسلم، ترك الجهر. نعم. ومما يدل الثالث أن يكون ذلك من أول الأمر ثم نسخ، وكان آخر الأمرين عنه ترك الجهر، ويدل على أنه آخر الأمرين أن أكابر الصحابة عملوا به، يعني وتركوا الجهر بها. نعم. وما روى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة، قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن، فقال: إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة، فأمر الله رسوله بإخفائها، فما جهر بها حتى مات. رواه الطبراني في المعجم. المشركون لا يعرفون الرحمن إلا أنه مسيلمة، لأن مسيلمة سمى نفسه الرحمن، قالوا: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة. لما سمعوا الرسول يقول بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنه يسمي باسم مسيلمة، فأمر الله نبيه أن يخفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. رواه الطبراني في المعجم عن سعد
عن ابن عباس مسندا، ويحقق هذا أن الجهر بها أكثر ما يعرف عن المكيين مثل عطاء وطاووس ومجاهد. يعني هذا يكون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ونسخ ذلك في المدينة. نعم. وبهذا يتبين أنه لا يستوي الجهر بها والإسرار مطلقا، وإنما الجهر هو السنة، وإنما الإسرار هو السنة، والجهر يجوز أحيانا لغرض من الأغراض، إما التعليم الذي يجهلها وإما إظهار السنة. نعم. وقول من خرج ذلك على القراءتين ضعيف. نعم. فإنه وقول من خرج ذلك على القراءتين ضعيف، فإنه قد يجهر بها وإن لم تكن قرآنا كما يجهر بالتأمين، وقد يخافت بها وإن كانت من القرآن كما سنذكر. ولو صح ذلك لم يمنع أن تكون المخافة بها أولى، كما تختار بعض الحروف على بعض. نعم. وأما كون الجهر بها أولى لأنه من القرآن أو من السنة وأما كون الجهر بها أولى لأنه من القرآن أو من السورة فليس هذا بمضطرد، فإنه قد يجهر ببعض القرآن دون بعض، كما يجهر في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضا فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها لحكمة كانت في زمانه، ثم صار ذلك سنة لمن بعده، كما رمل والطبع في طواف القدوم لمعنى كان في ذلك الزمان، ثم صار سنة للمسلمين إلى يوم القيامة. إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لسبب في وقته ثم زال هذا السبب فإن هذا يستمر، هذا الفعل يكون سنة ولو زال السبب، مثل الرمل هذا سببه أن المشركين كانوا ينظرون إلى الرسول وأصحابه وهم يطوفون يظنون أنهم مرضى، وأنهم الرسول أمرهم أن يرملوا ويظهروا القوة ليغيظوا الكفار، زال هذا السبب وبقي الرمل سنة إلى يوم القيامة لتذكير هذه السنة وحالة المسلمين في وقتهم إلى آخره. كذلك السعي بين الصفا والمروة أصله أن أم إسماعيل احتاجت فجعلت تسعى بين الصفا والمروة التماسا للإغاثة والفرج، فصار ذلك سنة مع أنه زال السبب، زال السبب في هذا. نعم. وكما أن أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح الهدي لما يروى من قصة فعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجر، ثم جعل الله ذلك عبادة لمن بعدهم. رمي الجمرات أصله أن إبراهيم أراد الشيطان أن يوسوس له في عدم ذبح ابنه فرماه بالحصيات، ثم عرض له ثم رماه ثم عرض له ثم رماه، هذا السبب، ثم زال هذا السبب، بقيت سنة إلى يوم القيامة. نعم. وأيضا فهي وإن كانت آية من القرآن لكنها إنما أنزلت لأجل ما بعدها من السورة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم آخر السورة وأول السورة التي بعدها إلا إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والتسمية إنما تكون عند ابتداء الأمور وفي أوائلها، فصارت كالتابع لغيره المقصود من أجله، ففرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيره بصفة القراءة في الجهر والإخفات، كما يخافت بالاستعاذة لما كانت مقصودة لغيرها. ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من حمد الله والثناء عليه والصلاة له، والمعنى بسم الله أقرأ وأصلي، أو بسم الله صلاتي وقراءتي، يعني البال الاستعانة، بسم الله أي أستعين بسم الله على القراءة، أستعين بسم الله على الصلاة،
وهكذا على الأكل تسمي، أن يستعين بالله على الأكل، لأنه إذا لم يساعدك الله على الأكل ما تستطيع تأكل. نعم، وهكذا. وأيضا من أجل التبرك باسم الله، لأن اسم الله مبارك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. والمعنى ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في بعض رسائله لما أراد يفسر بسم الله الرحمن الرحيم، قال: بسم الله بركة واستعانة، أي أقولها للتبرك وللاستعانة بسم الله عز وجل. نعم. ففرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيره بصفة القراءة في الجهر والإخفاء، كما يخافة بالاستعاذة لما كانت مقصودة لغيرها. ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من حمد الله والثناء عليه والصلاة له، والمعنى بسم الله أقرأ وأصلي، أو بسم الله صلاتي وقراءتي، فبين أن يميز بين المقصود لنفسه والمقصود لغيره. نعم. فصل. يكفي لهذا، أفاض الشيخ رحمه الله في هذه المسألة كعادته، وانتهينا إلى أن السنة الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن تكون سرا ولا تكون جهرا. نعم. بسم الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب علي أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة؟ ما هو واجب، سنة مؤكدة ليست واجبا. نعم. وإلا لو لم تقرأها في الصلاة، لو لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم، صحت صلاتك، لأنك تركت سنة ولم تترك ركنا من أركان الصلاة ولا واجبا من واجبات الصلاة، تركت سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا وصل الإمام سورة بسورة في صلاة جهرية يجهر بالبسملة أو يسر بها؟ يسر بها، إذا كان لا يجهر بها قبل الفاتحة فكون يسر بها قبل غيرها من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. فمن أي أنواع التوحيد يكون كل قسم؟ من أي أنواع إيش؟ التوحيد. أي. كلها توحيد، دعاء المسألة ودعاء العبادة كلاهما توحيد، كلاهما من التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو صليت إماما بقوم اعتادوا الجهر بالبسملة فهل أجهر بها أو لا؟ لو صليت إماما بقوم قد اعتادوا الجهر بالبسملة فهل أجهر بها أو لا؟ لا، لا تجهر بها، ما دام السنة عدم الجهر بها أنت تسرها لأجل أن تعلمهم أن السنة عدم الجهر بها، هذا وقت حاجة البيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا خشيت فتنة، يعني بعض الناس يتعصب لمذهبه ربما يحصل فتنة، إذا خشيت فتنة يجهر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض السنن المهجورة في الصلاة، ولو فعلها الإمام لربما أحدث تشويشا ونفرة للمأمومين، فهل تعمل هذه السنن؟ كما ذكرت لكم، إذا كان السنة غير الواجب، السنة المستحبة غير الواجبة، يترتب على الإتيان بها التشويش على الناس وسوء الظن، إنه لا يعملها، تجنبها درءا للفتنة، لأن بعض الشباب وبعض المتعالمين يريد أن يظهر كل ما قيل وكل ما، والناس ما اعتادوا هذا الشيء فيحصل فتنة، يحصل شر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نسي الإنسان قراءة الفاتحة وتنبه قبل الركوع
بعدما قرأ سورة من المفصل، فهل يقرأها ثم يعود ليقرأ سورة من المفصل، أم يجوز التقديم والتأخير في هذه الحال؟ يقرأها ويقرأ بعدها ما تيسر، يقرأها ويقرأ بعدها ما تيسر، لأجل يأتي بالركن، يأتي بالركن في مكانه وهو القيام، ما فات. أما لو ركع فات الركن في هذه الركعة فتبطل، تكون الركعة التي بعدها تقوم مقامها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترتيب السور في المصحف هو من فعل الصحابة، أم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرتبة؟ ترتيب الآيات هذا واجب، لأنه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يأمرهم أن يكتبوا الآية الفلانية بجنب الآية الفلانية، فهو بالنص. أما ترتيب السور فهذا بالاجتهاد، لم يقل إنه بالنص إلا قليل من أهل العلم، والكثير على أنه من الاجتهاد، اجتهاد الصحابة، لذلك تجوز قراءة هذه قبل هذه، بينما الآيات لا يجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض النساء تضع على أسنانها خرزا للزينة ويكون ملاصقا للأسنان، فهل يؤثر هذا في الوضوء والمضمضة؟ نعم، هذا حائل يحول بين وصول الماء إلى السن، فلا يصح وضوءها ما تم. وأيضا هذا التزين هذا من التدليس، هذا من التدليس والغش للناس، فلا تعمل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان؟ ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وهو: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، والحديث الذي أخرجه ابن ماجه وهو: إن يوم الجمعة أعظم الأيام عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؟ نعم، لا تعارض والحمد لله، لأن هذا في الأسبوع وهذا في السنة، أعظم الأيام عند الله في السنة، وأما في الأسبوع فأعظم الأيام هو يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن الذي يكون في صلاة التراويح أو في غيرها؟ لا بأس به، هذا من عمل السلف، وقد أقره الإمام أحمد وصلى خلف الإمام الذي يدعو، وهو من عمل السلف. والدعاء مشروع، أصل الدعاء مشروع في الصلاة، والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قضينا رمضان في المدينة النبوية، وبعض طلبة العلم منعوا الإخوة من أن يصلوا أكثر من 13 ركعة، أي التراويح والقيام في الليلة نفسها، ومنعوهم أيضا أن يؤدوا دعاء القنوت لأنهم يقولون إن فيه شيء من البدعة، يقول: هل إنكارهم هذا صحيح؟ يا إخوان، الإنسان إذا كان يرى شيء هو يفعله في نفسه ولا ينكر على الناس، هم يعملون ما يرون أنه سنة وأنت تعمل ما ترى أنه سنة، فلا تنكر على الناس، ربما يكونون هم أصوب منك وأحسن منك. والاجتماع وجمع الكلمة لا شك أنه واجب، والاختلاف كونهم يفارقون الإمام يقولون أنه مبتدع أنه يزيد على 13 ركعة والزيادة بدعة، من قال هذا؟ من قال أن الزيادة بدعة؟ إذن يكون الخلفاء الراشدون والمهاجرون والأنصار مبتدعة، لأنهم صلوها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، صلوها 23 ركعة، إذن يكون مبتدعة عندكم، نسأل الله العافية. الإنسان إذا كان يرى شيء ما يفرضه على الناس،
إلا إذا كان عنده دليل واضح في صوابه وخطأ الآخرين. أما مسائل الاجتهاد ومسائل هذه الناس، الإنسان يعمله في نفسه ما يترجح عنده، ولكن لا يفرض على الناس وينكر عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زيارة مسجد قباء، هل الصلاة هناك محددة بركعتين أم له أن يصلي ما شاء؟ الذي ورد أنه يصلي ركعتين، وإذا زاد ما في مانع، زيادة خير. نعم، لكن أقل شيء أن يصلي ركعتين. نعم. ويقول حفظك الله: ورد في الحديث في زيارة مسجد قباء من تطهر في بيته، يقول: فهل التطهر يلزم أن يكون في البيت ليتحصل على الأجر؟ كذا، أي نعم، من منزله، سواء البيت له ولا مستاجر، من اللي هو ساكن فيه يتوضأ من المكان الذي هو ساكن فيه، من أجل أن يسير إلى قباء وهو طاهر من بداية سيره إلى نهايته، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة ولدت بعد صلاة المغرب وحصل معها النفاس وقبل أن يدخل عليها وقت العشاء، السؤال: هل تقضي عشاء ذلك اليوم؟ لا، ما أدركته، ما تقضي العشاء لأن ما أدركته. قد يقال أنها تقضي المغرب لأنه دخل وقتها قبل الولادة تقضيها، وأما الثانية لا، ما أدركتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للشخص أن يكلم ابنة خاله أو ابنة عمه في الهاتف بحجة صلة الأرحام؟ الكلام لا بأس به، الكلام البري الذي ليس فيه إثارة فتنة ولا غزل ولا، لا بأس به، كلام للحاجة، تسألها عن أهلها وعن صحتها وعن، لا بأس به. تفاهم مع النساء بالجوال، بالتلفون، في أمور مباحة، لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى كثيرا من الأئمة في شهر رمضان يتركون دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح ويشرعون مباشرة بقراءة الفاتحة، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا شك أن الاستفتاح سنة مؤكدة، كونهم يتركونه تركوا سنة مؤكدة، الأولى أنهم لا يتركون الاستفتاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: حملت ابني على كتفي وهو وله من العمر سنة واحدة، ثم اكتشفت أن في ملابسه رطوبة انتقلت لملابسي فذهبت للصلاة، فهل أعيد صلاتي مع العلم أني لا أدري هل هذه الرطوبة هي ماء أو بول أعزكم الله؟ إذا كنت لا تدري أنها بول، لا تجزم أنها بول، فلا تعيد الصلاة. أما إذا عرفت أنها بول فتعيد الصلاة، لأنك صليت وأنت في ثياب النجس متنجسة. نعم. إذا تأكدت أنه بول تعيد الصلاة، لأنها صليت في ثياب، في ثوب النجس. نعم، مجرد الشك لا يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شخص أسكن مع مجموعة من الشباب ويحصل منهم أحيانا تقصير في إدراك تكبيرة الإحرام، وربما ذهبت عليهم الجماعة الأولى فيصلون جماعة ثانية وأنا أناصحهم دائما، سؤاله: هل أستمر معهم بالنصيحة أو أخرج وأسكن في مكان آخر؟ إذا وجدت مكانا أفضل ورفقة أحسن فتذهب إليه وتسكن في مكان أفضل من هذا المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يأثم من وقت المنبه على وقت الدوام ولم يوقته على وقت الصلاة؟
يعني ما يقوم للصلاة إنما يقوم للدوام، هذا لا يعبد الله عز وجل، نسأل الله العافية. الواجب أن يوقت على وقت الصلاة من أجل أن يقوم للصلاة ويصلي مع المسلمين ويرجع لنومه، أما أن يوقته على الدوام ويترك الصلاة فهذا ليس من عمل المسلم، هذا يهتم بوظيفته ولا يهتم بدينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تحسين الصوت بدعاء قنوت الوتر دون تكلف وتمطيط، حيث حصل تشويش عند بعض الطلبة بأن هذا بدعة وأنه لم يرد؟ هناك ناس يتلمسون الزلات ويخطئون الناس، ودهم بس يخطون الناس، هذه أمور يتسامح فيها ويتساهل فيها، ما يحتاج إلى الإنكار وإلى العداوات وإلى، فيه ناس مهمتهم تلمس الأخطاء اللي يتوهمون أنها أخطاء. يا إخوان اتركوا هذه الأمور، ما لم تروا منكرا، ما لم تروا بدعة، اتركوا هذه الأمور السهلة. الصوت الحمد لله، خلوا الصوت على ما هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مقدار كفارة اليمين، وهل يجوز ترك اليمين بعد حلفه، كان يحلف مثلا على ترك التدخين وعدم العودة إليه ثم يعود لضعف في النفس؟ نعم، الكفارة واجبة، إذا حلفت على ترك شيء ثم فعلته متعمدا وجبت الكفارة، وهي على نوعين: تخيير وترتيب. تخيير بين ثلاثة أشياء التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير. فإذا لم تجد شيئا من هذه الثلاث تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين. وإذا حلف لا يترك الدخان يجب عليه من ناحيتين: من ناحية ترك الحرام، ومن ناحية البر باليمين، ولا يجوز له يخالف اليمين. فإذا خالف وعصى فهو آثم وتجب عليه الكفارة أيضا والتوبة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: باع أخي قطعة أرض ليشتري غيرها في مكان آخر، فهل إذا مر على هذا المال، إذا مر عليه عام ولم يشتري أرضا بعد، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ نعم، إذا كان عنده نقود تبلغ النصاب أو أكثر تم عليها سنة تجب فيها الزكاة، يخرج منها ربع العشر، سواء يريدها لزواج أو يريدها لقضاء دين أو يريدها لشراء شيء آخر، وجبت فيها الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول إن المشركين كانوا يعرفون الرحمن بدليل قوله سبحانه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. بعضهم، الكلام على أهل مكة هم اللي ينكرون الرحمن، لما سمعوا الرسول يقول بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، فهذا خاص بأهل مكة. وأما بقية المشركين فلا يلزم أنهم ينكرون الرحمن كلهم. نعم. ولهذا قال الله جل وعلا فيهم: وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون يعني أهل مكة يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تستخدم الحبوب لمنع الدورة في شهر رمضان من أجل أن تواصل الصيام؟ لا بأس بذلك، ولكن لابد من استشارة الطبيب،
لأن بعض الحبوب تضر المرأة، إذا كان الطبيب لا يرى فيها أثرا سيئا فلا بأس بذلك، مع أن الأولى تركها، الأولى تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من قوله سبحانه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مشروعية الدعوة إلى الله عن طريق القصص؟ قصص الصحيح لا بأس، إذا احتاج إليه لا بأس، قصص الصحيح، أو كل قصص وكل تمثيليات وكل، لا، القصص الصحيح من القرآن أو من السنة، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستشهد بها، هذا طيب. القصص ما أهلك الله به الأمم الكافرة، قوم نوح وعاد وثمود، يذكر عند الوعظ والتذكير والدعوة إلى الله تحذيرا للناس. القصص الصالحين وما حصل لهم من الخير ترغيب، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نمت عن الصلاة المكتوبة ولم أستيقظ إلا بعد انتهاء صلاة الجماعة، فهل الأفضل بالنسبة لي أن أؤديها في البيت أو أن أذهب إلى المسجد لأدائها هناك؟ المسجد فاتت الجماعة، إذا كان ترجو أنك تجد في المسجد أحد يصلي معك اذهب إليه، أما إذا كنت أغلق المسجد ولا ترجو أحد صلها في البيت، مش تتعب وما فيها أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اعتاد الناس في بلدي إخراج زكاة الفطر بعد مرور 20 يوما من رمضان، ومنهم من يقدمها على ذلك، فهل أداؤها في هذا الوقت مجزئ؟ وما حكم من أداها قبل العيد ب10 أيام؟ ما الواجب عليه؟ أنت لا تخرجها إلا يوم العيد أو قبل العيد بيومين، وانصح من يقبل النصيحة في هذا، أما فعل الناس أنت لا تقدر على منعهم من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: لدينا محاضرات في الجامعة وبعضها يكون وقت صلاة المغرب ولا تنتهي هذه المحاضرة إلا بعد دخول وقت المغرب ب40 دقيقة، يقول: ماذا نصنع؟ هل يجوز لنا أن نؤخرها إلى ذاك الوقت؟ راجعوا المدير والمسؤول اللي رتب الجدول، لأنه يجعل للصلاة وقتا في وقتها، راجعوا المسؤولين في هذا أول شيء، فإذا لم يحصل استجابة ولم يحصل المقصود تخرج وتصلي وتعود للمحاضرة، تخرج وتصلي وتعود للمحاضرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، الحديث. يقول: ونحن شباب قد ذهبنا للاعتكاف في مكة، ولكن ذهبنا إلى أحد المساجد داخل حدود الحرم ولم نذهب للمسجد الحرام للاعتكاف فيه، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، مكة ولله الحمد كلها المسجد الحرام، كل ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ، ربما يكون اعتكافكم في مساجد مكة التي ليس فيها زحام أحسن من الاعتكاف في المسجد الحرام الذي فيه الزحمة وفيه المشقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول إنه صدم شخصا بالسيارة وقد مات هذا الشخص، يقول: وقد دفعت ديته وكنت آنذاك شابا والآن أنا كبير في السن، فعمري 85 عاما، فماذا علي؟ والله إذا كنت يوم تصدم وأنت بالغ عليك الكفارة صيام 2 شهر متتابعين، أما إذا كنت لم تبلغ فالذي عليه الفتوى أنه لا كفارة عليك لأنك غير مكلف. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.